السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أنت الآن تشاهد قناة معلومة، لذلك جدد إيمانك بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قصة سعيد بن الحرث أو بن الحارث، هذا مع الحورية قد رواها ابن النحاس المتوفى سنة 814 للهجرة في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام، ونقلها من كتاب أبي الحسن السلمي في فضائل الجهاد. قال ابن النحاس: روى أبو الحسن علي بن الخضر السلمي في كتاب الجهاد له بإسناده عن رافع بن عبد الله قال: قال لي هشام بن يحيى الكناني: لا أحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به، فعسى الله أن ينفعك به كما نفعني. قلت: حدثني يا أبا الوليد. قال: غزونا أرض الروم سنة 38، وعلينا مسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن الوليد بن عبد الملك، وهي الغزات التي فتح الله عز وجل فيها الطوانة، وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد، وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب الزاد والعلوفات، وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث ذو حظ من عبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، فكنا نحرص أن نخفف عنه نوبته ونتولى ذلك، فيأبى إلا أن يكون في جميع الأمور من حيث لا يخلي شيئا من عبادته. قال: وما رأيته في ليل ولا نهار قط إلا على حال اجتهاده، فإن لم يكن وقت صلاة أو كنا نسير لم يفتر عن ذكر الله ودراسة القرآن. قال هشام: فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة، ونحن محاصرون حصنا من حصون الروم قد استصعب علينا أمرها. قال: فرأيت من سعيد بن الحارث في تلك الليلة من شدة الصبر على العبادة ما احتقرت معه نفسي، وعجبت من قوة جسمه على ذلك، وعلمت أن الله عز وجل يهب الفضل لمن يشاء، وأصبح كالا نصبا لما كان منه في ليلته. فقلت له: رحمك الله، إن لنفسك عليك حقا ولعينيك عليك حقا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكلف من العمل ما تطيقون. وذكرت له شبه هذا من الأحاديث، فقال لي: يا أخي، إنما هي أنفاس تعد وعمر يفنى، وأنا رجل أنتظر الموت وأبادر خروج نفسي. فأبكاني جوابه، ودعوت الله عز وجل بالتثبيت والعون. ثم قلت له: نم قليلا تسترح، فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو، فإن حدث شيء كنت نشيطا. قال: فنام إلى جانب الخباء، وتفرق أصحابنا، فمنهم من هو في القتال، ومنهم من هو في غير ذلك. وأقمت في موضعي أفتقد رجالتهم وأصلح لهم طعاما ينصرفون إليه، فإني لكذلك إذ سمعت كلاما في الخباء فأنكرته، إذ ليس فيه غير سعيد بن الحارث نائما، وظننت أن أحدا دخله من حيث لم أره، فبادرت فدخلت، فإذا ليس فيه أحد غيره، وهو نائم بحاله، إلا أنه يتكلم في نومه ويضحك، فأصغيت إليه فكأنما يخاطب إنسانا، فحفظت من قوله: ما أحب أن أرجع. ثم مد يده اليمنى كأنه يلتمس شيئا، ثم ردها ردا رفيقا وهو يضحك، ثم قال: فالليلة. ثم وثب من نومه وثبة استيقظ لها وهو يرعد، فأتيت فاحتضنته إلى صدري مليا وهو يلتفت يمينا وشمالا حتى سكن وعاد إليه فهمه، وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله. فقلت له: يا أخي، ما شانك؟ فقال: خيرا يا أبا الوليد. قلت: إني قد رأيتك منك شيئا وسمعت منك كلاما في نومك، فحدثني بما رأيت. فقال: أو تعفيني من ذلك يا أبا الوليد؟ فذكرته حق الصحبة وقلت: حدثني رحمك الله،
فعسى أن يجعل لي في ذلك عظة وخيرا. فقال: إني لما نمت في وقت هذا رأيت كأن القيامة قد قامت، وخرج العباد من قبورهم فوقفوا في موقفهم وشخصوا بأبصارهم ينتظرون أمر ربهم. فبين أنا كذلك إذ أتاني رجلان لم أر قط مثل صورتهما كمالا وحسنا، فسلما علي فرددت عليهما السلام، فقالا: يا سعيد ابشر، فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله عز وجل لك من النعيم. قال: فانطلقت معهما حتى أخرجاني من جملة أهل الموقف، فإذا نحن ذات اليمين بخيل لا تشبه خيلنا هذه، إنما هي كالبرق الخاطف، فركبناها فسارت بنا كهبوب الريح حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا على آخره ولا على ارتفاعه، ثم هو مع ذلك كأنه صيغ من فضة صافية، وهو نور يتلألأ. فلما وردنا بابه انفتح لنا من غير أن نستفتح، فدخلنا إلى ما يبلغه وصف واصف ولا يخطر على قلب بشر، وإذا في القصر من الوصفاء والوصائف كعدد النجوم، كأنهم كما قال الله تعالى لؤلؤ مكنون. فلما رأونا أخذوا في ألوان من القول الحسن بنغم مختلفة، وكلهم يخلطون بكلامهم: هذا ولي الله، وقد جاء ولي الله، ومرحبا بولي الله. وعلى كل، فإن هذه القصة وإن لم تثبت بإسناد صحيح إلا أنه لا بأس بذكرها من باب الاستئناس والعبرة، وأهل العلم يتساهلون في مثل هذه الحكايات التي ليست بأحاديث نبوية ولا يترتب عليها اعتقاد أو أحكام، وليس في هذه الحكاية ما هو ممتنع شرعا ولا عقلا ولا عادة، وغاية ما فيها أنها رؤيا حقة أراها الله عز وجل من شاء من عباده الصالحين وتحققت. وقد حصل لكثير من هذه الأمة غير سعيد بن الحارث المذكور رحمه الله من جنس ما حصل معه، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة الدين وهداة المسلمين وصالح المجاهدين أهل الإيمان والقرآن، والحامل الناصر للإيمان والقرآن هم صفوة الله من عباده وخيرته من خلقه، وموضع نظر الله إلى الأرض، وورثة الأنبياء وخلف الرسل. قال الله تعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والبشرى قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وبالثناء الحسن من المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم، معكم أخيكم في الله أيمن صابر من قناة معلومة. أحببت في خاتمة ذلك الفيديو أن أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا دائما نقرأ أو نسمع في دروسنا الماضية كلمة: ما هو المستفاد من ذلك الدرس؟ وكذلك سوف أقول لكم: هل أضاف إليكم ذلك الفيديو جديد أو معلومة جديدة؟ إن أضاف إليكم فالحمد لله والشكر لله، وإن لم يضيف إليكم أي شيء جديد فكفانا فقط شرفا وجودكم معنا. وكذلك نرجو أن نسعد بوجودكم في الفيديو القادم. كان معكم أخيكم في الله
أيمن صابر، أستودعكم الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.